السلام عليكم. السوشيال ميديا منزله خبر، الخبر في مقتداه على كل المصادر الاخباريه على السوشيال ميديا بيقول ان في عريس قتل زوجته بعد 9 ايام من الجواز، وبعض المصادر التاني بتقول فني كهربائي او فني كهرباء او كهربائي هو اللي اقدم على عمليه القتل لزوجته برضو في بدايه دخلتهم زي ما بيقولوا. الاخبار كلها على السوشيال ميديا منزله الخبر ده، مفيش جريده الكترونيه الا والخبر ده متصدره، ولكن العناوين مختلفه، كل بيدور حوالين نفس النجع ونفس القريه اللي موجوده في ادفو في اسوان. طيب حقيقه الموضوع ده ان هو بيرجع ل 2017 2018. القصة هتروح لأسوان، ادفو، نجع الفقرة، القصة هناك اللي بيقولوها في الأيام دي. لو هنفتكرها شوية، الموضوع هو زوج أو راجل قرر إن هو يتجوز من البنت اللي بيحبها. أسوان، ادفو، نجع الفقرة، قرية الرمادية، حبها قوي، قرر ان هو يتجوزها، وبالفعل الاسرتين كانوا شايفين ان الحب ما بينهم كان باين على الناس كلها، لدرجة ان هما كانوا بيحسدوهم من نظرات عيونهم. المهم الزفاف تم، الزوج دخل بمراته شقتهم، بعد ايام بسيطة جدا حصلت الكارثة. البنت بتصوت لابوها في التليفون، الحقني الحقني الحقني، الراجل عمال يقول انا هقتلك وهموتك وهذبحك، اللي هو جوزها. ابوها اهدي اهدي اهدي، الحقني الحقني الحقني، على طول دخلت جوه الاوضه بتاعتها، ومره واحده التليفون فصل. الاب حاول ان هو يتصل بالبنت كذا مره، ولكن مفيش اي كلام. الامر اللي خلاه على طول ياخد الاهل والعيله ويجروا على طول على ايه، شقه الزوجيه. بالفعل دخلوا على شقة الزوجية، لقوا البنت مدبوحة ومطعونة أكتر من طعنة، والدم مغرق الدنيا كلها. حاولوا إن هم يتوصلوا للقاتل، أو حاولوا إن هم يتوصلوا للزوج، ولكن ملقاهوش، فص ملح وداب. القرية كلها، نجع الفقرة، قرية الرمادية، ادفو، أسوان، بيدوروا على الشخص القاتل اللي هو الزوج اللي قتل زوجته بعد ايام بسيطه من جوازهم، ولكن ولا واحد لقاه. هل لغايه دلوقتي كل المصادر برضو اللي انا قريتها وكل الاخبار اللي انا قريتها في الموضوع ده محدش ذكر ان هو لقى القاتل لغايه دلوقتي او الزوج؟ ممكن يكونوا لقوه، وممكن يكون ان هما بيعملوا ريفريش للخبر او اعاده للخبر تاني على اساس ان الراجل ده ممكن يكون واخد ملف اكس، معرفش. ولكن الاكيد في حاجه زي كده ان الخبر ده من سنه 2018. المهم التحريات لما جت والمباحث لما جت في الوقت ده، يبقى ان القضيه دي سنه 2018، جابوا الاخ وجابوا اخوات رحمه الله عليها، اللي اكد لهم ان انا في نفس اليوم ده اتصلت باختي الصبح، واتصلت بيها قلت لها كالعادات بتاعتنا في اسوان في ادفو ان انا هجيب لكم الغدا وجاي لكم. قالوا بالفعل، رحت لهم من قبل صلاه العصر وقعدت معاهم لقبل صلاه المغرب، يعني قعد عندهم ساعه او ساعتين. المهم قال في الوقت ده كله اللي انا كنت فيه هناك كانوا الاثنين في قمه السعاده، وأكد الأخ إن الاتنين كانوا في منتهى السعادة في الوقت ده. قال لغاية لما أنا سبتهم، وبعد كده جالي الاتصال التليفوني من أبويا بيقول لي الحق، أخوك أختك بتتخانق وعمالة تزعق وبتقول إن جوزها هيقتلها. ده الأمر اللي حصل في إدفو، قرية أو نجع الفقرة، قرية الرمادية في أسوان. اللي إحنا عايزين نقول عليه حاجة بعد إذنكم،
وزي ما قلنا لغايه دلوقتي برضو عشان محدش يقول لنا كلام، انا مش عارف تحديدا كل المصادر الاخباريه ما جابتش ذكر الزوجه نهائيا. المهم اللي احنا عايزين نتكلم عليه نقطه، ايه الداعي للاختيارات السيئه؟ وايه الداعي برضو ان انا لو حسيت ان الجوازه او الزيجه مش مناسبه انفصل بمعروف؟ الستات بيخافوا ان هم ياخدوا لقب مطلقه او منفصله، ودلوقتي والله حتى ارمله، والرجاله نفس الكلام، يقول لك احنا نخاف بعد كده يطلق علينا لفظ او اسم مطلق. الامر بسيط جدا وربنا حلله، لو في استحاله عشره يبقى نسيب بعض بالمعروف، والانفصال هو برضو نجدة لحاجات كتيرة مستقبلية ممكن تحصل ما بين الزوج والزوجة اللي مش طايقين بعضه. الأغرب في الموضوع ده كله إن لغاية دلوقتي ما حدش يعرف الأسباب الرئيسية في حاجة زي كده، ولكن الواحد يتوقع في حاجة زي كده إن هي ممكن تكون خلافات أدت بعد كده لأكتر من موضوع، وحصلت بعد كده جريمة القتل عن طريق الخطأ عن ما نعرفش، أو ما نعرفش تحديدا إيه اللي حصل. نقطة كمان هنتكلم فيها، هتلاقوا أخبار كتيرة جدا الخبر مختلف أو العنوان مختلف ولكن الخبر واحد، ولو دورنا على الموضوع هنلاقي الموضوع قديم جدا 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 كمان. يعني الصحافة كلها الصفرة دي أو الجرايد الإلكترونية بتنزل أخبار قديمة جدا، والحاجات قديمة جدا بتنزلها اليومين دول على أساس إنها جديدة. مثال بسيط جدا، حلقة سماح اللي احنا عملناها في عيون الشعب من حوالي 10 سنين، اللي اخدت اعدام، اللي قتلت جوزها في 13 يوم. القضية دي لغاية دلوقتي لسه متناولة على السوشيال ميديا، والاغرب من ده كله ان كل شوية بينزلوها بطريقة قتل مختلفة، ولكن في المجمل ان هي كل شوية بتاخد ترند جديد وبتاخد حاجة على جوجل جديدة في مؤشرات البحث. نقطة كمان هنتكلم فيها، ان خلي بالكم ان الاخبار دي كلها تأكدوا منها ان هي جديدة ولا قديمة، علشان ما نقعش في فخ ان ممكن يكون الخبر ده قديم ويعمل لنا بعد كده بلبلة مستقبلية جديدة. ده شغل الصحافة او شغل السوشيال ميديا او السوشيال ميديا الالكترونية في الفترة الاخيرة. حبينا نوضح لكم الموضوع اللي على السوشيال ميديا اللي متصدر الترندات اليومين دول والاخبار على كل الجرايد الالكترونية. ده حقيقة الموقف، ودي قصة الرمادية او نجع الفقراء اللي حصلت سنة 2018 مش 22. سلام عليكم.